غوشتي وانا حره فيها. كل ده عشان اتاخرت يومين على القسط بتاع شاكر عرنوس؟ القسط ده اصلا انت مالكش دعوه بيه، خليك في قصتك انت يا عيسى. بس ده ما كانش اتفاقنا. يا عيسى غيرنا اتفاقنا، ما حصلش حاجه يعني. سامع يا خالتي بتقول ايه؟ يا ابني هي ما تقصدش، هي خايفه عليك، مش عايزه تحملك فوق طاقتك. هو انا كنت اشتكيت؟ ولا هي فاكراني هبقى فرحان وانا عايش على وش الدنيا وشايفها بيتباع دهبها؟ وانا كمان مش هفرح يا عيسى بحته غويشه، وانا عارفه ان انا ورايا ديون متلتله. ان شاء الله هلاقي شغل تاني واسدد بقيه الاقساط بتاع سيزيف بتاع هرموز ده. مالكش دعوه بيا بقى يا اخي، مالكش دعوه بيا يا عيسى، مش هينوبك من ورايا غير كل هم وغم، وانت اصلا مش ناقص. ايه يا خالتي؟ دي قصة مالكش دعوة بيا دي. يعني خلاص مش هربطه بيا تاني، مش هفضل سبب فقره بقية عمري. الكلام ده انتي بتقوليه من ورا قلبك، انتوا الاتنين ما تعرفوش تعيشوا من غير بعض. كان عندها حق مع الغزالي لما قالت لي اللي بيحب حد بجد ما بيقفش قدام مصلحته. وايه اللي جاب سيرة زفتة دي دلوقتي؟ يا ريتني سمعت كلامها، يا ريتني سبته لها يتهنى بفلوسها. وخدتي منها المليون جنيه اللي عرضتهم عليكي؟ ليه لا؟ على فكره المليون جنيه دول كان ممكن يحلوا لنا مشاكلنا بقيه عمرنا. ساره دي الحقيقه، دي الحقيقه يا ماما اللي مش هنقدر نهرب منها. احنا فقرنا هيقتلنا، حتى لو سابنا عايشين مش هيرحمنا، هيفضل يذل فينا ويكتم على نفسنا بقيه عمرنا. يا عبيطه يا عبيطه، انتوا الاتنين عايشين بحبكم لبعض. اللي زينا يا ماما مش من حقه يحب ولا يتعب. ولعلمك بقى انا من بكره الصبح هرجع اشتغل عند عرنوس. انت جننتي؟ ولعلمك بقى عيسى مش هيسيبك ترجعي. عيسى مش هيقدر يمنعني، عشان هو نفسه هيروح يشتغل عند ماما غصب عنه، عشان الفلوس اللي اديتها له واللي لسه هتديها له. عيسى عمره ما كان بيجري ورا الفلوس، مش كنت لسه ماسكه في ايده. بس خلاص مش هسيبه يتسجن واقف اتفرج عليه. لو بحبه بجد لازم احل عنه واخلصه مني ومن مشاكلي. ما تصعبهاش علينا يا مها، احنا مش عايزين نخسره ولا عاوزين نخسر عيسى برضه. ما كنتش فاكره ان عيسى غالي عليكم قوي كده. احنا مش هنقدر نتخلى عنه بعد ما انقذ حياه ياسر، وحتى لو اجبرتينا على كده مش هيرجع لك. هو اللي فهمك كده؟ لا هو ما قاليش كده بالظبط، بس اللي زي عيسى ما بيستسلمش بسهوله. انا ما كنتش عايزاه يرجع لي، انا اكرمته كتير وهو سابني فجاه. انا بس كنت كارهه ان هو يبقى عندكم وانا بشتغل معاكم. بتقولي كنت كارهه؟ اه كارهاه، بس لو انتم متمسكين بيه قوي كده انا ما عنديش مشاكل ان هو يشتغل معاكم. تصوري انا كان اقصى طموحي تقولي سيبيني افكر. لا يا رن، انت مجيتك غاليه قوي عندي، ولا عشرة زي عيسى يزعلونا من بعض. طب حل كده علشان نعرف نركز في شغلنا احسن. طبعا. ايه ده انت رايحه فين؟ مش شربتيش حاجه؟ اطير بقى على ياسر اقوله الخبر الحلو ده. ياسر ولا عيسى؟ ياسر الاول. مالها اخت الشواربي خارجه مبسوطه قوي كده؟ مفيش، كبرت دماغي من الموضوع عيسى، سبته يشتغل عنده. كبرت دماغي؟ ولا لقيتيها فرصه تشوفيه طول ما هو شغال معاهم؟ هو انت بتقول ايه؟ بقول الحقيقه. اصل هو لو راح يشتغل في حته تانيه لازم ما تشوفوش تاني، مش كده؟ يبقى كده. عارف انت بقالك قد ايه ما جيتش هنا؟ حبيبتي انا كنت في المستشفى. من قبل المستشفى وانت متغير، كنت بتبقى معايا وانت بتفكر فيها. هي مين دي يا امل؟ البنت اللي انا ما اعرفهاش، اللي خدتك مني طول الفتره اللي فاتت. حبيبتي وانت بتقولي ايه بالظبط؟ انت
تستغربش. أنا بسمعك من غير ما تتكلم، بحس بيك حتى وأنت مش معايا. لو كنت عارف إن أنت هتوصلي محكمة بصراحة ما كنتش جيت أصلا. بالعكس، أنا عارفة إن أنتوا يمكن دلوقتي تكونوا مش مع بعض، يمكن تكون هي بعدت من نفسها عشان كده أنت جيت عايز تنساها بيا. ايه ده؟ وانا بقى المفروض ارد على الاوهام الكتير بقى اللي في دماغك دي؟ لا خالص، عايزك بس تفهم حاجه واحده، ان انت عمرك في حياتك ما هتلاقي حد يحبك زي ولا يفهمك زي. بس انا مش هينفع افضل طول الوقت بلان بي، هيجي وقت ياسر ومش هتلاقيني انا كمان. مش ممكن اوصل لنتيجه مع داليا قبل ما اقعد معاكي الاول. يعني افهم من كلامك ان انا جزء من مشكلتها؟ على الاقل هي فاهمه كده. هي قالت لك ايه؟ كرهت جوزها لما اتاكدت ان هو بيحبك. وطبعا قالت لك ان انا كمان بحب. هي لسه مش متاكده من مشاعرك ناحيته، لكن عارفه ان هو طبعا في فلوسك مش هيسيبك، مش هيبطل يفكر فيكي. علشان كده هي طلبت الطلاق؟ كويس قوي انها ما وصلتش لابعد من كده. واحده في مكانها كان ممكن قوي انها تفكر في الانتحار مثلا. انتحار؟ اي ست تصدم لما تعرف ان جوزها بيحب واحده ست غيرها، وبتزيد الصدمه اكتر لما الست دي تبقى اختها. دكتور انا عايزك تقول لها ان انا ما بحبوش وما حاولتش اخده منها. انا عايزك انت اللي تقولي لها كده وتفهميها كده بنفسك، عشان كده انا اتصلت بيكي. ولو صممت على الطلاق اعرفي ان هو ده الحل الوحيد للازمه اللي هي فيها. ياسر هو اللي بعتك ليه؟ ياسر بيه ما يعرفش ان انا عندك دلوقتي، وجايز لو عارف يزعل مني. يعني انت جاي لي من نفسك؟ انا جاي لك بالاتفاق مع هاني سرني. وجاي تبيع لي ايه؟ هدنه طويله مع مستر ياسر. هدنه؟ الجيم اللي بينكم تعبك على قد ما تعب، وانتوا الاثنين مش هتعرفوا تركزوا في شغلكم طول ما انتوا بتحاربوا بعض. بس انا بقى ما بعرفش اشتغل الا لما يكون في حرب. ما كنتش فكرت تخلص مني. اخلص من مين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طمن، أنا الشاهد الوحيد، يعني لو سكت محدش غيري هيبلغ عنك. ده أنت جاي تهددني بقى؟ أنت لو وافقت على الهدنة ولا أنت ولا مستر ياسر هتحتاجوا تهددوا بعض. بس كل هدنة وليها شروط. اقعدوا مع بعض، واللي ليه حاجة عند التاني هياخدها. ومين يضمن لي إن أنا آخد حقي منه؟ أنا. ياه، للدرجة دي كلمتك مسموعة عنده؟ ما تنساش إن أنا اللي أنقذته من الموت، يعني بقى عارف كويس قوي إن أنا مش عايز حاجة غير مصلحته. وليد جايب لك عريس. مش هقابله. ليه؟ عشان حضرتك عارف اني مشغوله مع يارا. يعني تحبي نأجل المقابله لحد ما يارا ما تمشي؟ او نلغيها احسن. ليه يا حبيبتي؟ هو انت تعرفي العريس ده؟ لا. امال رفضاه ليه قبل ما تشوفيه؟ واحد شافني في النادي فقرر يتقدم لي. يعني تفكيره قديم ودماغه تخوف. وبعدين ده صاحب وليد، وانا مش عايزه اي حد من طرفه. حبيبتي بس ده مش أول عريس ترفضيه، والاتنين اللي جولك قبل كده ما كانوش من طرف وليد. يا بابا أنا مش عايزة أتجوز بالطريقة دي. طب عشان أفهم بس، الطريقة هي اللي مش عاجباكي؟ ولا في حد تاني؟ يعني حد تاني زي مين؟ أنا خايف اللي في دماغي يطلع صح،
والكلام اللي بيقوله اخوكي انك لسه بتقابلي شريف. يا بابا يا بابا انا اسمعيني، انا مش عايز اسمع رد منك دلوقتي، لا ولا لا، بس كل اللي عاوز اقوله لك كلمتين وتحطيهم حلقه في ودنك. الحب الحقيقي يا حبيبتي هو اللي بيكبر وتبقي فخوره بيه، مش اللي تخبيه وتبقي مكشوفه منه، فاهماني؟ تصبح على خير. ده شيك من عبد الله الشلقاني ب 200,000 جنيه، وده شيك من حسام خليل ب 70,000 جنيه. لذينة. طب ازاي؟ انت عارف ان انا بقالي 3 سنين مش عارف اجيب منهم جنيه واحد؟ عارف. وعارف كمان ان الشيف حاططهم انها ديون معدومه؟ انا ما عنديش حاجه اسمها ديون معدومه. طالما فلوسنا يبقى لازم نحصلها. طيب قول لي، يعني هم ردوا عليك ازاي لما اتصلت بيهم؟ لا ما انا ما اتصلتش، انا طبيت عليهم. هم وثلاثة تانيين كان لينا فلوس عندهم، بس دول تقريبا اللي انا غتت عليهم لغايه لما عرفت اخد الفلوس. والله العظيم يا ابني انت برنس. بص انا هطلع لك مكافاه 5% من المبلغ نفسه. بس انا ما عملتش كده علشان المكافاه. عارف. عارف يا عيسى ان انت عملت كده عشان الشركه وعشان حبيبها. بس اعتبرني يا سيدي بطلع لك مكافاه صغيره اهو بحفزك عشان تجيب بقيه فلوس اللي بره. هيحصل ان شاء الله. بس انا كنت طمعان في مكافاه تانية. خير. امرني. الشركة كانت منزلة إعلان عن موظفة علاقات عامة، وأنا عندي جارتي في العمارة بكالوريوس تجارة زي حالتي، بس إيه؟ حتة بت شاطرة شطارة. خلاص. هتلاقي بكرة الصبح وإن شاء الله خير. مش عارف أقول لك إيه. هشتغل معاك في نفس الشركة؟ قولي يا رب. والله صبرتوا ونورتوا يا ولاد. المهم بس يوافقوا عليها يا خالتي. هم يقدروا ما يوافقوش عليا بعد كل اللي أنت عملته عشانهم؟ مش كفاية إن أنت أنقذت حياة الراجل؟ آه. أهو ده بقى اللي أنا كنت خايف منه. تخش الشركة معتمدة عليا مش على مؤهلاتك. هما يلاقوا مؤهلاتي فين اصلا؟ طب ادعوا ربنا بس ان انا اللي وافق عليهم مش هما اللي يوافقوا عليا. انا ما بحبش الواسطه، انا كل اللي عملته لك مش هخليكي تستني في الدور زي بقيه البنات اللي متقدمين للوظيفه. ولازم يا ساره وانت رايحه تلبسي احلى حاجه عندك. ايوه يا بنتي انت هتشتغلي في العلاقات العامه. الانترفيو بكره بتاعك الساعه 11. هسيبك تجهزي من دلوقتي وتحضري السي في بتاعك. مش الساعه 11، طب انا هاجي معاك في العربيه. وتقعدي فين لغايه ميعاد الانترفيو ان شاء الله؟ يعني اقعد فين؟ وايه يا ماما اللي اقعد فين؟ هقعد في مكتبك طبعا ومش انا خطيبتك؟ لا. انا مش قايل لهم ان انت خطيبتي، وانت كمان اوعي تغلطي وتقعي بلسانك قدامهم. ليه يا ابني؟ هو في الشغل عندكم ممنوع الواحد يخطب ولا يتجوز؟ لا مش الفكره يا خالتي، بس انا مش عايزهم يقولوا ان انا جايب خطيبتي تشتغل وانا لسه بادئ شغل عندهم. يا سلام. طب ايه رايك بقى ان انا اللي مش عايزاهم يعرفوا انك خطيبي وهعتمد على نفسي وهتشوف يا عيسى. ادعي بس ربنا ان انا استحملك الصبح في الشركه وبالليل في العماره. يا رب انا اللي استحملك. انا كان مالي ومال الشرى العباد. دمك مش خفيف على فكره. اشرفك. والله لا شرف. سلام. السلامة يا ابني. مبروك يا سلام. الله يبارك يا ماما. ماما ايه؟ والله العظيم انا كنت عايزه اقول له شغلني معاك بس اتكسرت. هي جت من عند ربنا يا ربي. يا ما انت كريم يا رب. البس ايه؟ البس عيسى مهتم بيكي قوي. يا رب ابقى عند حسن ظنه. انت بقى جارته من امتى؟ من يوم ما اتولدنا تقريبا. اصل احنا حضرتك مولودين في نفس العماره ومولودين في نفس السنه. اوكي اوكي. السي في بتاعي. ده انت خريجه تجاره زي عيسى ونفس سنة التخرج كمان. هو حضرتك عارفة هو اتخرج سنة كام؟ اشتغلتي في مكتب كمبيوتر، محل ملابس، مصنع حلويات، مش كده؟ مظبوط. بس احنا الوظيفة اللي عندنا public relation. لا ما هو انا حضرتك في مكتب الكمبيوتر وفي محل الملابس كنت شغالة مع العملاء على طول
ودي بابليك ريليشن. وعلى فكره انا العملاء كانوا بيطلبوني بالاسم، يعني كانوا بيجوا علشاني. اوكي. احنا الوظيفه اللي عندنا هتتعاملي مع اجانب، يعني فيها انجلش. انت دراستك ايه؟ خريجه لغات؟ لا انا مدارس حكومه، بس انا الانجليزي بتاعي ماشيني، اصلا كنت شاطره فيه قوي، كنت دايما لما بيجي. خلاص. طيب الحاله الاجتماعيه بتاعتك ايه؟ متجوزه؟ مخطوبه؟ لا ولا ده ولا ده. طيب سيبي السي في بتاعك يومين ثلاثه ونبقى نرد عليك. اتفضلي. علاء خير؟ يعني ما ردتش عليا في موضوع دانيا. انا قلت لك الموضوع ده صعب ومحتاج تفكير. علاء انت عايز تقنعني ان انت كل ده ما فكرتش؟ فكرت وبصراحه كرامتي نقحت عليا. انا مش هقدر اعيش مع واحده مخونانه ومش طايقه تبص في وشي. حلو، يعني موافق على الطلاق؟ اه بس بالشروط اللي اتفقنا عليها. نزل عن كل حاجة طبعا. اه صحيح، انا ما عنديش مكان تاني اعيش فيه. اللي انا قلته ده اصل كنت متوقعة انك هتقول لي كده. يعني انا غلطان ان انا امنت لها واتجوزت في شقتها؟ طب اجيب شقة منين دلوقتي انا؟ ايوه علي، انا مش هقدر اقول لداليا سيبي شقتك، ما عندهاش شقة تانية. ما هي دي بقى مشكلة تانية. ولا مشكلة ولا حاجة. أنا هجيب لك شقة إيجار. أه أنا موت وسم الإيجار ده، ما أحبوش. يعني إيه؟ اشتري لي شقة باسمي. وهو القسط قريب من الإيجار. لا مش شقة كبيرة أوي، يعني شقة صغيرة. فيها ما أنت هتستخسري في أختك الوحيدة حتة شقة قصاد إيه؟ إنك تخلصيها من الراجل اللي مش طايقاه ومخوناه ومش طايقة تبص في وشه. حاضر. هجيب لك شقة. صغيرة قوي يعني كده تبقى حاجة حلوة. اتفضل. أمل قالت لي إنك عايزاني. كنت بتوصل صورة مش كده؟ مش للدرجة، أنا بس كنت بطمن عملت إيه في الانترفيو. واضح ان امرها يهمك قوي. انا قلت لك قبل كده انها جارتي من زمان ويتيمه وما عندهاش اخوات ولاد. ده انتوا كمان كنتوا في كليه واحده؟ ما هي نص مصر بتخش تجاره. بس شكلها كده مش شاطره زيك. ليه؟ اجتماعيه جدا. يعني الانجليش بتاعها ضعيف جدا. ما اشتغلتش بابليك ريليشن قبل كده. يعني مش هتقبل في الوظيفه؟ والله هي من ناحية الوظيفة هي ما تستحقهاش. إلا لو كان ده هيزعلك. لا طبعاً أنا ما زعلش من الحق. ومصلحة الشركة أهم. بس إيه عايزة؟ يمكن صعبان عليا عشان أنا عارف ظروفها كويس. ولو من ناحية الإنجليش دي أنا ممكن أخليها تاخد كورسات مكثفة لغاية لما تبقى كويسة. وأفضل جنبها في الشغل لغاية لما تتعلم. أنا لو مش شايف إن هي هيطلع منها حاجة كويسة ما كنتش اتحمست لها بالشكل ده. إحنا ممكن نخليها شهر مثلا تحت التمرين. طيب يا عيسى أنا هنجحها في التصفية بتاعتي. بس ياسر هيشوفها وهيشوف في اتنين تانيين. ويختار واحدة ما بينهم. متشكر جدا لحضرتك. نعم. عن إذنك. ايوه دخل اللي بعدها. ادخل.
حضرتك عليها. اهلا اهلا يا سخرة، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. ده ياسر بيه صاحب الشركه دي، وهو اللي هيقول اذا كان ينفع تشتغلي معانا هنا ولا لا. على فكرة ماما سابت لنا بيت وراحت عند خالته في اسكندرية. عادي بقى يعني، ما انت عارفة ماما كل ما تزعل شوية تسافر. لا بس انا حاسة ان احنا المرة دي زودناها معاها شوية. انت ما تخافيش، هي ترجع من اسكندرية ناسية موضوع الجواز ده خالص، وبعدين مش هينفع اصلا، ما ينفعش تتجوز وكل الناس دي مش موافقة. بس مش هتبطل تحبه. ممكن ما اسمعش منك الكلمة دي تاني؟ اوكي. عملت ايه مع البنت اللي جابها عايزة؟ هتشغلها معانا؟ انت شايفة ايه؟ يعني شايفه انها اقل خبره في الثلاثه. حرام عليكي، مش قوي كده يعني. لا خالص، ما عندهاش خبره، ما عندهاش لانجويج. بس انا بصراحه مش عايز ازعل عيسى يعني. بس انت عمرك ما جاملت حد على حساب الشغل. ايوه بس انا هشغلها تحت التمرين مثلا، وبعدين اشوف يعني تعمل ايه في الايام اللي جايه. اوكي، والبنتين التانيين؟ لا دول مش هحتاج لهم دلوقتي خالص. انت شايف انها جاره عيسى وبس؟ ليه؟ وانت شايف حاجه تانية؟ يعني حاسه ان هو مهتم بيها زياده عن اللزوم. اوكي عادي، يعني هو ممكن تبقى صعبانه عليه او يتيمه زي ما هو قال لي. ايوه بس انا سالت البنت قالت لي انا لا متجوزه ولا مخطوبه ولا اي حاجه. طيب لو في حاجه ما بينهم ايه اللي هيخليهم يخبوا؟ يعني يمكن عشان حاجه مش رسمي، وخايف بس برضو يبقى يقول ان هو احنا جايب صاحبتي شغاله معاكم في الشركه كده. بلاش نستعجل، كله مع الوقت هيبان. انت قادر. مبروك بقيت زميلتي في الشغل. يا انت كريم يا رب. طب والله العظيم قلبي كان حاسس انهم هيوافقوا عليها. طبعا يا خالتي، هم يعني كانوا هيلاقوا زيها فين؟ اتعينتي 3 شهور تحت التمرين، بس انا واثق ان بعد اول شهر هتتثبتي. قدامك نص ساعه تلبسي وتحضري نفسك وتنزلي معايا. فين؟ على الشغل طبعا. على طول كده؟ ايوه، مستر ياسر قال انك هتستلمي الشغل النهارده، وكمان هتبداي كورس انجليزي على حسابه. ماشيه معاك يا عم؟ لا معلش يا عيسى، انا اصلي ما يعني لسه مش مستعده. مش مستعده؟ مش مستعده ايه؟ حد يضيع فرصه زي دي من ايده؟ انت مجنونه يا بنتي، ما تتكلمي يا خالتي. هي بنتي، عيسى عنده حق، حلاوتها في حموتها. يا جماعه بالراحه، بس انا مش حاسه ان انا مستريحه للشغلانه دي. نعم ده احنا ما صدقنا وافقوا، هنشتغل انا وانت في مكان واحد، وهتروحي وتيجي معايا في العربيه. البنت اخت المدير اصلا مش طايقاني، وحاسه انها هتفضل ورايا لحد ما تطفشني من الشركه خالص. بالعكس، لما تعرف انك من طرفي مستحيل تأذيكي. طب اديني بس فرصه افكر. سامع يا خالتي بتقول ايه؟ هتطير الوظيفه من ايديها. معلش يا روح انت على شغلك وسيبها لي لحد بكره. ماشي، بس اعملي حسابك ان انا مش هتحشر لها في اي حاجه تاني، وبرده مش هسيبها تدور على شغل بطريقتها. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. ليه حكايتك؟ انت مش كنت هتموت على الشغلانه دي؟ صاحب الشركه يا ماما. مين؟ هي بقى ياسر الشواربي اللي كان عمال يتصل بيا من ساعه ما كسر لي الموبايل وجاب لي غيره. انا رجعت الميزانيه بتاعت المناقصه اللي بعتها لنا مع الغزالي، ودي ملحوظاتي عليها. اقعد يا عيسى. الميزانيه دي لو اتنفذت زي ما هي هتوفر لنا 3 مليون جنيه. 3 مليون؟ ده على الاقل، ويمكن اكتر كمان. خلاص انت بقى تسيبها لي ادرسها براحتي، ممكن؟ تمام، بس يا ريت ما تقولش لمدام مها ان دي ملحوظاتي. انت عارف هي قد ايه كرهاني من ساعه ما سبتها وجيت لكم. ما تقلقش يا سيدي، هقول لها ان دي ملحوظات انا. تمام. تأمرني بحاجه تاني؟ عايزك تقول لساره تقعد مع امل. هتقول لها مواعيد الكورس اللي حجزناه لها، وتعرفها يعني حبه معلومات عن الشغل. حاضر، اول ما تيجي ان شاء الله. اول ما تيجي؟ هي لسه ما جاتش لحد دلوقتي؟ لا هي اصلها قالت لي ان هي محتاجه شويه وقت علشان تستعد.
وقت قد ايه يعني؟ مش عارف والله، بس على العموم انا هسألها لما ارجع للعيد ان شاء الله. غريبة قوي يا عيسى، انت فهمتني البنت دي محتاجة الشغل جدا. اه طبعا، انا مش عايز حضرتك تقلق، على العموم هي لو ما جاتش احنا ممكن نجيب اي حد تاني. نبقى نتناقش في الموضوع ده بعدين. انا اسف. ليه تستلم الشغل؟ أنا ما كنتش أعرف إنك صاحب الشركة. وأنا كمان ما كنتش أعرف إن أنت جارة عيسى. خالي؟ كنت بتحاولي تهربي مني كل ده وفي الآخر جيتي لحد عندي. ما تتعبش نفسك، أنا خلاص هدور على شغل تاني. مش هتسرحي في أي مكان تاني غير عندي. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ إيه؟ لسه خايفة مني؟ ما سألتش نفسك ليه ربنا جابك لحد عندي برجليكي بعد ما فضلت كل ده هربانة مني؟ سألت بس مش لاقي إجابة. لما نتقابل هتعرفي الإجابة بنفسك. لا صعب جدا طبعا. لا مش صعب خالص، على فكرة احنا محتاجين نقعد مع بعض نص ساعة بس، وصدقيني النص ساعة دي هتفرق معانا احنا الاتنين. أنا أصلي خايفة يعني حد يعرف إننا هنتقابل. عيسى مثلا؟ عيسى او اي حد. لا يا ساره ما تخافيش، انا مش هقول لحد خالص، محدش هيعرف. سلام. سافرة؟ اه طيارتي بعد ساعتين، بس مش هتأخر، اسبوع وراجع. طبعا ما انت مالكيش زوج مستنيكي هنا. ما انا اللي اتحايلت عليك تيجي معايا وانت اللي مرضتش. انا نفسي نسافر سوا بس انت اللي تيجي معايا. هو ده وقت يعني حوار زي ده وانا عماله اجري عشان الحق الطياره؟ لا عندك حق، انا اللي غلطان فعلا. قول بقى انك غيران من نجاحي ده بدل ما تفرح لي. اغير من نجاحك ازاي لو كنت انا شريك فيه؟ ايه شريكي؟ اه ما انت ممكن تحكي على الناس كلها الا انا. لولايا ما كنتش خدت الماجستير اللي عمل منك استاذه في اكتر من جامعه وبتطلع في التلفزيون والله اعلم جاي ايه كمان. ايوه 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 اظهر اظهر وبان. قول بقى ان انا من غيرك ما سواش حاجه. لا بس انت اللي عايزه تنسي وقفتي جنبك والمجهود اللي عملته معاكي عشان يبقى لك حجه ان انت تنشغلي عني. انا ما عنديش وقت ارد عليك براحتي مع الاسف. كويس قوي اني عرفت نيتك قبل ما اسافر. مالها نيتي؟ ردي عليا، مالها نيتي بقى ان شاء الله؟ انت اللي من يوم ما عرفتك وانت ما بتفكريش الا في نفسك. واتجوزتني ليه؟ انت اللي اتجوزتيني ليه؟ طالما انت مش مهتمه بيا ولا بالبيت ولا باي حاجه ممكن تخبطنا سوا. عندك ايفر اللي قلته لي في التليفون؟ عيسى بيحبك؟ هو اللي قالك كده؟ انا بسألك. ايه؟ خايفة تقولي ان هو بيحبك فاطرده من الشركة؟ هو انت ممكن تعمل كده فعلا؟ سارة انا مش وحش قوي كده، وبعدين عمري ما هنسى ان عيسى هو اللي انقذ حياتي. بيحبك، قال بقى يجيبك الشركه عشان تبقى قريبه منه.
طيب وانتي؟ انا من ساعة ما وعيت على الدنيا ما شفتش راجل غيره، جوري وابويا واخويا وصاحبي وزميلي كل حاجة. عمري ما تخيلت ان كل واحدة غيري او كل راجل غيره. عشان عمرك ما عرفتي راجل غيره. جايز. طيب كانت فرصة تشتغلي في شركتي وتبقي جنبه. ده لو ما كنتش انت لسه بتفكر فيه. انت خايفة مني ولا خايفة على عيسى؟ الاتنين. ايه صراحتك دي اكتر حاجة عجباني فيكي. يعني انت عايز نكدب عشان تستريح؟ لا خالص بالعكس، خليكي زي ما انت كده بالظبط. وانت كمان من فضلك خليك زي ما انت مع عيسى، وانا اكيد هلاقي شغلانه في اي مكان تاني.